بزيارة الأربعينية اليوم، وإحنا اليوم طبعا أيها الأعزاء الأحبة تدرون اليوم هذا زيارة الأربعينية هي زيارة عالمية، زيارة ضخمة، زيارة كبيرة جدا يساهم بها ويشارك بها مؤمنين خيرين أو مواطنين من كل أرجاء العالم، لعله كل الزيارة الوحيدة اللي يشترك بها من كل قارات العالم. في هذه المرة هذه الزيارة هي الزيارة الأضخم، العام الماضي وصل العدد إلى المشاركين في الأربعينية 22 مليون زائر، نتوقع في هذا العام يزداد العدد بأكثر من هذا الرقم، ما هو مؤشر بدأت مبكرا والآن كذلك الكثافة السكان كثافة المشاركين تزداد يوما بعد يوم. خطة خدمية كبيرة بدأت هذه الخطة بتوسعة الطرق وفتح مناف الطرق جديدة ساعدت على أن تكون الخطة إضافة إلى قوتها مرونة فيها بعدم القطع. بإذن الله تعالى لن يكون هناك قطع للطرق، إنما سيكون الزائر سيستطيع أن يستقل العجلات من أقرب نقطة. بالمناسبة في هذه المرة تم تحديث الخطة النقل، دولة رئيس وزراء وجه وأدخل هيئة الحج والعمرة على خط النقل، وطبعا الاخ السيد رئيس الهيئه الشيخ سالم مسعودي موجود معانا ضمن مجموعه اداره الزياره بألف حافله على محور النجف، ملايين في ايام معدوده ليس كما تفوج الاف في تلك الايام. طبعا هذا ليس مبرر لان ما نحدث خططنا، ولكن تتذكرون قبل كان زوار الاكارم يقطعون مشيا على الاقدام أكثر من 20 كيلومتر خارج حدود محافظة كربلاء، بل تعدى في بعض الأحيان إلى 30-40 كيلومتر حتى يصلون إلى مرآب أو أماكن للإركاب. ولكن الآن الحمد لله محور بغداد الآن في حي العباس وباب بغداد لا زال، محور الشرقي يعني اللي هو محافظة بابل والمحافظات الوسطى والجنوبية في قنطرة السلام وهو أقرب نقطة، ومحور الجنوبي اللي هو النجف الأشرف يعني أقصد بها المحافظات من النجف وما بعد النجف الأشرف إلى البصرة، والزوار الأجانب يصعدون من أقرب نقطة وهي المرآب منطقة سيد جودة وعامل النظافة اللي هو أقرب موقع اللي هو بقرب المحافظة. إن شاء الله يعني هذا الموضوع يستمر. بالمناسبة في العام المقبل بخطتنا راح يكون تحديث آخر لهذه السنة، التحديث كان جيد جدا ودخل على الخط، توسعت كل طرق المداخل المحافظة، هذا واحد. اثنين دخل على الخط الطرق الجديدة اللي هو شارع الكوثر وشارع اللي من طويريج إلى كربلاء عبر الدعوم.